السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نبدأ مع بعض باور بي اي اربطه بالاكسل. ممكن تيجي هنا وتقول له امبورت داتا فروم اكسل، او تيجي هنا فوق من هوم وتقول له اكسل او جيت داتا، تطلع لك القايمة دي كلها، او جيت داتا فروم انذر سورس. طيب خلينا نقول له اكسل، وخلينا ممكن نختار دوت اللي هو الملف اللي اسمه ليرنينج مع روم سكادول. هنختار ليرنينج دلوقتي واقول له اوبن. واختار شيت واقول له لود. فبيبدأ يتحمل معايا ملف الاكسل، هو بيقول لي build visual with your data. ولو جيت هنا هتشوف الداتا تحتك، وممكن ترجع للتقرير عادي، الريبورت اللي انت المفروض بتعمله. وهنا شيت هتدوس هنا هتبدا تظهر معاك الروم نمبر، ويظهر معاك الاريا والحاجات دي كلها. وممكن تيجي تقف على واحد فيهم مثلا دوت مثلا اهو، وتقول له مثلا انا عايز الصم بتاعه، او عايز الافريج، او عايز الماكسيمم، او الكاونت. او تيجي هنا تقول له انا عايزها جنرال، او عايزها كرنسي عمله، فيبدا يظهر لك العمله بالشكل دوت. تمام، واقول له مثلا جنرال. وهنا تقدر تغير النيم، وتغير الداتا تايب، وتغير زي الاكسل بالظبط، لانه اصلا تبع مايكروسوفت. طيب خلينا نيجي هنا في البيج 1 ونبدا نقول له مثلا احنا عايزين داتا معينه، وليكن مثلا عايزها تظهر بالشكل دوت. انت مجرد حطيت الشكل بقى ودوست على واحد تاني يغير لك الشكل الموجود للشكل الجديد. طيب الشيت هنا هنبدا بقى نحط الداتا بتاعتنا. هنا الاكس بتاعنا وليكن مثلا الروم نيم او الروم نمبر، يعني هما الاثنين ما فيهمش مشكله، اي واحد فيهم. طيب وبعد كده هقول له مثلا البروجرام اريا، بالشكل دوت، فيظهر عندي الداتا بالشكل دوت. فانا كده قدرت اظهر الداتا. لكن الدرس ده هناخد حاجه جديده برضه. طيب خلينا اقول له ان انا عايز ادخل داتا تانية من الاكسل، وندخل الجدول التاني. في حاجتين مشتركه، في حاجه مشتركه بين الجدول الاول والجدول التاني، الا وهو الروم نيم. الروم نيم او الروم نمبر مشتركه بين الاثنين، فده في معلومات وده في معلومات. ده مثلا مركز على المساحه، وده مركز على معلومه ثانيه، زي ما نشوف مع بعض. عملت سيلكت لان ممكن يكون في اكتر من شيت. ده في هنا الليفل ما كانتش موجوده في الجدول اللي فات. هنا الروم نمبر اكتر من اللي هناك، والروم نيم اكتر من اللي هناك. يعني ده كان بيركز على دور معين، وده بيركز على دور تاني. ده كان بيركز على ليفل 1، وانا واخد الادوار كلها مع بعض. فاقول له لود، ونشوف ازاي نربط الجدول مع بعض. انا عايز الليفل تظهر معايا هنا. طيب خلينا نيجي هنا، هتلاقي عندك جدولين، في الروم سكادول في الشيت. طيب هاجي هنا هلاقي عندي جدولين، الروم سكادول والشيت. ايه الحاجه المشتركه هنا ومشتركه هنا؟ الرام نمبر، هنا اقصد بها النمبر. خلاص فابدا اربطه ببعض. مجرد ان انت تسحب بتعمل لينك بين الاثنين، عشان يعرف ان الاثنين دول هي دي الحاجه المشتركه بين الجدولين. فعمل لي حاجه مشتركه بالشكل دوت. طيب كده احنا عرفنا ازاي نربط بينهم. طيب تعالى بقى نيجي هنا واقول له ان انا عايز هنا تيبل. بلاش التيبل دوت، التيبل. التيبل دوت المفروض تبدا تحط فيه الخانات. احنا فهمنا الفكره. التيبل هو لما تعمل عليه سيلكت عندك هنا الفاليو اللي هتحطها. فاول حاجه هحطها الروم نمبر اللي هو دوت، هحطه هنا اظهر لي كل دول. تمام. طيب ممكن تكون النمبر عايز انت تكبرها شويه، فممكن تعمل سيلكت على الجدول وتبدا تدخل في خصائص بتاعت التكست، عشان لو انت عايز تعدل حاجه.
ممكن من هنا تعمل سبورت داتا او شو از اتيبل او ريموف او سبوت لايت، كل الاعدادات اللي انت تقدر تاخدها. طيب بعد ما عملنا سيليكت على النمبر ممكن تحط ايه الديزاين اريا، البروجرام اريا. خلي بالك ان دول في جدول غير الجدول بتاعه، فدي انجاز. احنا كده ربطنا الجدولين ببعض، تمام. طيب خلينا ناخد مثلا الليفل وناخد الاريا. طيب ده في الصفحة الأولى اللي هي المشروع ككل. ممكن بقى ادوس على هنا واقول له ده ليفل 1. الناس اللي بتتفرج على الفيديو لما تلاقيني بكتب بالعربي تنبهني، يعني مش عارف ربوني ازاي بس مش مشكلة. طيب تعالى بقى هنا، ده المفروض اللي هي الصفحة الرئيسية بتاعت المشروع ككل. تعالى نعمل سيلكت على الجدول ونقول له كوبي، ونروح على ليفل 1 واقول له بيست، وعلى ليفل 2 واقول له بيست. طيب جميل، هنا اول واحده بيعرض كله، ما عندناش مشكله. طيب ممكن نيجي هنا بقى ونقول له احنا عايزين فلتر، او من هنا نقول له فلتر ونقول له احنا عايزين هنا الليفل، هندوس عليه هنقول له احنا عايزين ليفل 1 بس. خلاص فلتر لي وجاب لي مجموع المساحه بتاعت الدور الاول بس. طيب تعال ندخل بقى على ليفل 2، هقول له فلتر لي انا عايز الجدول ده ليفل 2 بس، تمام. فجاب لي هنا مجموع الاريا اللي موجوده في ليفل 2، وهنا مجموع الاريا اللي موجوده في ليفل 1.